المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهم جنال. جسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عن جميع السيدات وعن جميع الحبيبات الوفية على القناة ديالي دائما الهم جنال. الغسل ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة لإزالة الشعر الزائد من الجسم بملعقة من الخل الأبيض. وصفة غاية في الروعة، كنت ديجا في القناة قدمت لكم بحال هاد النوعية، الحمد لله أكيد نجحات والوصفة أكيد بزاف سيدات جربوها ولقوا عليها إقبال ولقوا عليها نجاح كبير، فنتمنى الإعجاب ديالكم هاد الوصفة. حتى هي سهلة مهلة، مكونات بسيطة ورخيصة وفي متناول الجميع، ودائما كما كتعرفوا كنحاول دائما نجيب لكم وصفات طبيعية سهلة مهلة وفي متناول الجميع أهم شيء. فإلا حتى نتوما عندكم البنات وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد سواء بالخل أو لا بأي مكون واحد آخر، فما تنسوناش أنكم تخليو لينا الوصفة، طريقة التحضير، طريقة الاستعمال أون ديتاي في لي كومونتير، وأنا بدوري نجرب لاغوسيت، وإلا عجبتني وعطاتني نتائج أكيد مضمونة ومجربة غادي نجي نبارطاجيها معكم في القناة باش تعمل فائدة للجميع. وهاد الوصفه ملي تجربوها ما تنساوناش بالنتيجه ولا النتائج ديالكم بلوتو في لي كومونتير ولا في خانه التعليقات، تقولوا لنا كيفاش جاتكم واش عجبتكم ولا لا، وما تنساوناش بالبارطاج او الشير وتشاركوا الوصفه بلوتو مع الحبيبات والصديقات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم، في لاباج اوفيسيال فيسبوك ديالكم وسي واتساب، باش هكذا تعم الفائده للجميع خصوصا السيدات اللي كيقلبوا على وصفات طبيعيه لازاله الشعر الزائد. وهاد الوصفه هادي غادي تزول لنا الشعر الزائد وايضا ما غاديش يبقى ينمو نهائيا، فيعني وصفه غايه في الروعه، فقط تبعوا المراحل خطوه بخطوه لانه الوصفه فيها جوج ديال الخطوات اولا جوج ديال المرحلات، مرحله اولى ومرحله ثانيه، اكيد غنتبعوا كل هاد الاشياء في هاد لا فيديو ونفهموا اون ديتاي الوصفه كيفاش غادي نعملوها على الجسم ولا كيفاش غنطبقوها على الجسم. وما تنسوناش باهم شيء اكيد اللي هو اللايك، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الرابط نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في البار دافو ولا في صندوق الوصف. وبسم الله على بركه الله نمشي باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه وطريقه تحضيرها وطريقه الاستعمال. غادي نبدا باول مكون اللي هو جيل دوش، فانا هنا غادي نحتاج جيل دوش، هنا خديته بالفاني بالنكهه ديال الفاني، ممكن تاخذوه باي نكهه، وغادي نحتاجوا الماء. وبالنسبه لثالث مكون معنا في هذه الوصفه اللي هو اله الحلاقه، خديت هذه ممكن تاخذوا اي وحده بغيتوا، فانا خديت هذه اللي كتجي باللون الاسود، هذا هو ثالث مكون غنحتاجه في هذه الوصفه هذه. دونك غادي ناخذوا الماء نبدا كنضيف ليه جيل دوش ونخلط حتى كيبداو دوك الفقاعات وديك الرغوه، كما كنعرفوا اكيد على جيل دوش كيدير الرغوه والفقاعات، خاصنا نحصلوا عليها. غادي نعاود نزيد نضيف الكميه المتبقيه عندي ديال جيل دوش بالنكهه ديال الفاني، ممكن تاخذوه باي نكهه بغيتو. كما كتلاحظوا فبداو دوك الفقاعات كيتكونوا، ايضا حتى الرغوه،
فبعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل غنحاول نقرب لكم اكثر باش يبان لكم، فكيولوا كيتكونوا يعني دوك الفقاعات والرغوه ايضا. فبعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل هذا كناخذوا اكيد اله الحلاقه اللي عندي كما وريتكم في بدايه الفيديو بهذا الشكل، كنحاول نحلها. ممكن تاخذوا اي مارك بغيتو، اي اسم بغيتو، اي اله الحلاقه اللي ديجا مولفين كتستعملوها اكيد وكتوتم مع لابو ديالكم. فبعد ما كتولي لنا الوصفه بهذا الشكل هذا كناخذوا اله الحلاقه وكنغمروها بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنبداو نزولوا الشعر اكيد بهذه الطريقه هذه كما حنا عارفين هذا الشكل هذا. حتى كيحيد لينا الشعر الزائد وما كيبقاش نهائيا بواسطه اكيد هذه الرغوه هذه واله الحلاقه، يعني هذه كخطوه اولى. بالنسبه للخطوه الثانيه يعني الخطوه الاولى حنا تخلصنا من الشعر الزائد بواسطه هذه الوصفه يعني بهذه الرغوه واله الحلاقه اللي مولفين كنستعملوا. بالنسبه للخطوه الثانيه غنحتاجوا فيها الخل الابيض اكيد كمكون رئيسي، فانا خديت هذا، هذا ديال ستار، ممكن تاخذوا اي خل ابيض عندكم متوفر في المنزل. فالخطوه الثانيه غنحتاجوا فيها الخل الابيض وغنحتاجوا قطعه قطن كتجي بهذا الشكل هذا، يعني قطعه قطن وخل ابيض. هذه الخطوه الثانيه كما قلت لكم المرحله الاولى او الخطوه الاولى يعني خديت الوصفه اللي كتكون بالرغوه كما شفتوا جلد وشلماء واله الحلاقه، حيدنا الشعر الزائد من اي منطقه موجوده في الجسم. والخطوه الثانيه كناخذوا هذا الخل هذا الابيض، اي خل متوفر عندنا، اي مارك بغينا اكيد، وقطعه قطن، وكنعمل هذه الطريقه هذه، كنبلل ديك القطعه قطن بالخل الابيض هانتوما بهذا الشكل هذا، كنحاولوا نبللوها مزيان. ومن بعد على تلك المنطقة اللي حيدناها منها الشعر، أي منطقة موجودة في الجسم يعني زولنا منها الشعر، كناخدو هاد قطعة قطن وكنبقاو نعملو هاد الطريقة هادي. حتى كتمتص لابو ديالنا هداك الخل الأبيض اللي واضعين في هاد القطعة قطن هادي. وبعد ما كتنشف أكيد كنعاودو نغمروها بالخل الابيض ونعملو الطريقه اللي وريتكم الان. يعني بواسطه الخل الابيض وقطعه قطن فقط غادي نتخلصوا من الشعر الزائد. بالنسبه لهاد الخطوه الثانيه اللي فيها الخل الابيض وقطعه قطن، هاد الوصفه اولا هاد الخطوه هادي الثانيه راه ما كتخليش لينا الشعر الزائد ينمو نهائيا، غير هو واحد القضيه في الخل الابيض انه كينشف البشره شويه، خصوصا الناس اللي ديجا عندهم ديك البشره الجافه بزاف. فمني تعملوا هاد الوصفه هادي خصوصا الخطوه الثانيه أو المرحلة الثانية، حاولوا دائما مني تحسوا بداك الخل شربات ولا بو واحد المدة ديال نص ساعة أي 30 دقيقة، من وراها حاولوا تاخذوا أي كريم عندكم في المنزل ورطبوا تلك المنطقة باش ما تزيدش تولي جافة أكثر، خصوصا في الفترة ديال الشتا كما كنعرفوا أكيد لابو حنا عندنا ديجا جافة، ومني كنعملوا ليها أي حاجة تقدر تسبب ليها الجفاف فكتولي جافة أكثر وأكثر. فكما قلت لكم بعد ما يعني تمتص لابو ديالكم هذا الخل الأبيض هذا بنصف ساعة عملوا كريم مرطب، اي كريم باي نكهه بغيتو، اي كريم كتبغيو، اي كريم كيتواتم على لابو ديالكم وكتولي دهنيه يعني كترجع مزيته، فممكن تستعملوه باش تدهنوا يعني المنطقه اللي زولنا منها الشعر واللي عملنا عليها الخل الابيض. فهاد الشيء اللي كاين بخصوص هاد الوصفه البنات. بالنسبه للخل الابيض راه رائع جدا، ما كيخليش الشعر الزائد ينمو نهائيا، يعني ما غاديش يبقى ينمو نهائيا والى الابد، يعني حتى ولو كنتي مشعره يعني كينوض لك الشعر
بزاف ديما يعني شعر كثير، فما تخافوش هذه الوصفه هذه غايه في الروعه. وكما قلت لكم نتمنى الشرح ديالي يكون فادكم، لانه حاولت الماكسيموم ديالي انني نشرح لكم بكل تفاصيل. وكما قلت لكم هذه الوصفه هذه فيها جوج المرحلات، يعني مرحله اولى ومرحله ثانيه، ولا جوج ديال الخطوات، خطوه اولى وخطوه ثانيه، اللي هي كما قلت لكم الخطوة الأولى فيها جيل دوش والماء، يعني كتكون هناك رغوة وكنحيدو الشعر بآلة الحلاقة. والخطوة الثانية كناخدو الخل الأبيض وقطعة قطن وكندهنو تلك المنطقة اللي زولنا منها الشعر الزائد، باش هكذا ما يبقاش ينمو الشعر نهائيا وإلى الأبد. بالنسبة لهاد البصمة ما فيهاش يعني ألام، ما فيهاش حكة أو أي حاجة تقدر تسبب لكم حساسية، لأنه الوصفة رائعة وسحرية بامتياز. ففقط نتمنى تجربوها وتردوا علينا في الكومنتير تقولوا لنا كيفاش جاتكم، واش عجبتكم ولا لا، الا حتى نتوما عندكم مصفات لازاله الشعر بخطوه واحده ولا بخطوتين، فما تنساوش تخليهم لينا في الكومونتير، فنحن اكيد في انتظار تعليقاتكم الرائعه والجميله. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، نشوفكم ان شاء الله فيديو قادم. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو جديد.